أهلا وسهلا بكم من جديد، معنا سعيد السعدي في حلقة جديدة على قناتي الحكمة العربية. اليوم سنتحدث في هذه الحلقة عن الخرجات الغريبة والعجيبة للأستاذ عبد الخالق كلاب ولزميله أحمد عصيد. سنتحدث عن خرجات غريبة جدا. آخر ما تفتقت به العبقرية الكلابية والعصيدية أن اللي خرج كيحتج هو كيضعف الدولة، اللي خرج كيحتج على الدولة، لا سواء غلاء الأسعار أو الاحتجاج تضامنا مع فلسطين، فهو كي ضعف الدولة. فهل يوجد عجب أو خبل، دعونا نقول، عند المؤثرين المغاربة أكثر من ما قيل؟ دعونا نستمع للأستاذ كلاب ثم نعود. معنى أن هاد الناس اللي تخرجوا الآن ضد الدولة، علاش انا عندي واحد الموقف راديكالي من اي واحد ينتقد الدوله. شكون صادق معكم؟ اي واحد ينتقد الدوله بالنسبه لي انا عندي موقف منه راديكالي، لان تنشوف انا الدوله المغربيه بمنظار اخر، بمنظار اخر. دوله انتجها الاجداد هي ارث يوحد المغاربه. فبالنسبه لي انا اي واحد تعارض الدوله او تعارض سياسه الدوله كيف ما كان اعتبره ضد هذه الأمة المورية. أنتم سمعتوا الآن شنو تيقول، لأنه اللي تيخرج الآن هو كيعارض الدولة، هو كينتقد الدولة، هو كيضعف الدولة، وهذا واحد الخلط متعمد بين الدولة كمؤسسات، اللي لا أعتقد أن أي واحد أنه يمكن أنه ينتقدها أو أنه يعارضها، بل بالعكس، لأنه عنده غيرة أكيدة على الوطن، باغي يحسن الدور ديال المؤسسات، تولي قرب الإدارة من المواطنين. ولكن شكون فينا اللي كي انه باغي يضعف مثلا الدولة كجهاز، مثلا الدولة كجهاز اللي هي كتخدم وكترعى الحاجيات ديال المواطن؟ لا اعتقد ان اي احد، ولكن بالعكس المواطن يشتكي من ضعف تلبية الطلبات ديالو، كيقول لك انني كنمشي للمقاطعة، كنشد الصف الى غير ذلك، هو باغي انه يمشي ياخذ هذيك الورقة ديالو ولا هذيك الخدمات ديالو بسهولة. اذا هذا واحد الخلط عمد، خلط متعمد بين الدولة كمؤسسات وبين واحد السياسة عمومية. هذيك السياسة العمومية اللي من حق أي واحد أنه يناقشها، أنه ينتقدها، أنه يعارضها، أنه يتبناها، أنه يدافع عليها، أنه ما يدافع عليها، واحد السياسة عمومية. وهذيك السياسة عبر التاريخ كل مرة كتخضع للمراجعة عبر تاريخ المؤسسات، أي مؤسسات في العالم اللي كنسميهم حنا دولة، أي مؤسسات في العالم كتكون السياسة دائما خاضعة للمراجعة. فبالتالي المغاربة لا خرجوا يتظاهروا ضد غلاء الأسعار، ضد التطبيع، ضد أي كان، هذا يدل على أن المواطنين عندهم اعتراضات على بعض السياسات التي تنهجها الدولة. لكن مع هاد العباقرة اللي كينا ما من حقكش أنك تعترض، وغاد نجي وغاد نقارنه غير الأقوال ديالهم، غاد نكتشفوا عجب العجب. هاد السادة زعما صراحة، هاد العبقرية التي تتفتق من ذهنهم في كل وقت وحين، زعما سبحان الله قدو شي نهار لقوا شي عقل الفاجر ديال شي واحد، لأنه يحمل ما لا يستطيع حمله من الأفكار العظيمة التي غيرت تاريخ البشرية. قد نجمعوا الاقوال ديال السي كلاب والسي عاصيد ونقارنوها غير مع السي عاصيد وكلاب، ما غادي نديروا حتى حاجه، ونوقفوا على حجم التناقضات. لذلك عاده اقول بان هاد الناس مرفوع عليهم القلم، ولكن كنناقشوهم لاننا كدورنا كنديروا كدورنا كباحثين، لانهم كل بساطه هما كيستافدوا من الريع الاعلامي. احنا عندنا هاد الاعلام الشعبي، خلينا نسميه السوشيال ميديا، قبل ما نجيو ان نناقشهم في هذه الفريه التي ما بعدها فريه. هل فعلا ان الاحتجاج قادر انه يضعف الدوله؟ تاريخيا الدوله المغربيه شكون اللي كان كيضعفها؟ بكلمه نقول ان الاستعمار هو الذي يضعف الدوله. ونبداو حنايا من حرب تطوان 1859 1860، هذه الحرب التي انهزم فيها المغرب امام الاسبان، فكلفته ميزانيه كبيره ورهن قطاع الجمركي. والاخطر من ذلك اللي ما كنتكلموش عليه، انها كانت توصيات بان تكون مدارس للرابطه الاسرائيليه في المغرب، وحنا ربطنا الاستعمار بالتطبيع، تاسيس وتكريس الرابطه الاسرائيليه والمدارس الاسرائيليه في المغرب.
وهذيك المدارس هي اللي تخرج لنا واحد الاطار لانهم غادي يعتنقوا الحمايه الجمركيه او الحمايه الدوليه. وهذوك الاطار اللي غادي يكونوا مكونين وعندهم لغات وقراوا في مدارس عصريه يهود الى اخره، هما لانهم غادي تكون عندهم واحد غادي تكون عندهم واحد ثقافه غربيه مفصوله عن المغرب. وبالتالي ان بكل بساطه ان اليهود في المغرب ما قاوموش المستعمر، الحركه الوطنيه اللي قاومت الاستعمار بالنسبه لينا حنايا ما كانش كافي انخراط ديال اخواننا اليهود المغاربه في النضال، عكس مثلا التجربه المغربيه كانت اخف ضررا، عكس مثلا في الجزائر، الجزائر من الاول انهم كانت عندهم الجنسيه الفرنسيه بعد قانون كريميو التي سنته فرنسا، واليهود المغاربه كان الافق ديالهم اللي باغين شجره المنتهى نهايه التاريخ انهم تكون عندهم الجنسيه الفرنسيه وما عندنا ما نديروا بهذا الصداع. عجيب جدا ان يتغافل على اكبر مهدد للدوله في عصر العولمه في عصر الامبريال هو الاستعمار، وانه كيحقر على واحد الحجر الحيط القصير اللي هو المواطن البسيط اللي خرج يحتج لا سواء ضد الاسعار ولا سواء التضامن الانساني من اجل فلسطين، هذاك باغي يهدد الدوله. دابا واحد مغربي خرج ان يقول اللهم ان هذا منكر، هذاك باغي يهدد الدوله. والاستعمار الذي يقف جاثما على صدر الشعوب هذاك لا يهدد الاستعمار، باش تفهموا ان هذا الفكر الاستعماري ولا مباح لا يحمر وجهه خجل. اذا هنا هضرنا على حرب تطوان اللي هي كانت عندها تاثيرات اللي بضعف وبالضغط ديال الاستعمار وقعنا معاهدة الحماية، وقعنا معاهدة الحماية بالضغط الاستعماري على المغرب خصك توقع، واللي اعتقد بان التطبيع ايضا كان بضغط استعماري، ومشي غير التطبيع هو اللي كيظهر ان مناهضي التطبيع باغيين يضعفوا الدولة، ما شافش ان اكبر متحكم هو الاستعمار ومن بينه التطبيع، لان التطبيع هضرنا على الحماية الفرنسية، التطبيع كما يقول اليهودي المغربي سيون اسيدون، التطبيع هو نوع من الحماية الجديدة، التطبيع نوع من الحماية الجديدة، هذا ما بالوش التضعيف. بداية من 2020 استيراد يعني من اسرائيل زاد 7 نوبات، تضاعف 7 مرات، ضعف 7 نوبات، بينما التصدير ضعف كذلك ولكن غير بجوج نوبات. اذا بمعنى تعمق يعني العجز التجاري، كان العجز التجاري اصلا وتعمق يعني كثير، وبالتالي يعني احنا في علاقات مثل علاقات يعني اللي خاسرين فيها زعما العلاقات ديال الاستعمار الجديد هما هادو، الاستعمار الاسرائيلي، هذا الاستعمار الاسرائيلي، لانه زعما ها هما في واحد العدد ديال الميادين، الامن الغذائي ديالك، الامن العسكري، الامن العسكري، الميزان التجاري صالحهم، ميزان وكيدخلوا لك في الجامعات ديالك باش يكونوا. الذي يضعف الدوله هي التوجهات الخارجيه المشبوهه التي تستهدف الدول وأمنها الثقافي والسياسي والعقائدي أيضا. وهضرنا أكثر من مرة على قضية المثلية أو الشذوذ، للسيد وزير العدل يشهد على عظمة لسانه أننا ما قادرينش نتصدوا لهم، أنهم هذو كبار وعندهم مؤسسات كبيرة وعندهم رأس مال كبير وعندهم تأثير كبير ولوبي كبير، وحنا غادي نشدوا يدينا ونربعوا وأننا نردخوا الأمر الواقع. هذا التصريح ديال السيد وزير العدل على عظمة لسانه، هادشي ما كيضعفش الدولة اللي رغما عن قيمها باغي يدخل ويجد لنفسه موطئ قدم. وبالمناسبة السي عاصد راه كيدافع عليه. يبدو أنه من سخرة الأقدار أن هاد المثليين أصبحوا قوة سياسية واقتصادية ضاربة تحكم في الأمور وتؤثر على الأمور وتؤثر وتقرر في الأمور السياسية أو تؤثر في الأمور الاقتصادية على المستوى العالمي، وهذا يفرض توظف هذه القوة الاقتصادية والسياسية توظف الآليات التي تفرض علينا اختيارات تهمهم، ونحن في الحقيقة عاجزين في مواجهتهم لأن أقوياء علينا بشكل كثير، وهناك عاجزين كبير لهم سينعكس هذا في المستقبل، ولكن أنا عاجزين، نحن عاجزين في مواجهتهم، نحن لحد الآن ندافعهم طبعا، نحن فقط الآن نناضل ونعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على قناعاتنا وعلى تصوراتنا، لا نريد أن نلغي ولا نفكر حتى أن نلغي اختياراتهم لأن أقوى منا. أسيدي احنا كنخربقوا، لما قبلناش احنا يا السياسة المثلية احنا كنخربقوا، ولكن ما تجيش تفرضها عليا عنوة، هادشي اللي كنعرفوا أنه اختراق وأنه تركيع،
اما بارادتي انني نحتج ضد الاسعار، لانني فعلا العالم كامل كيحتج ضد الاسعار، وحتى واحد ما قال ان راه هذوك ضعفوا، العالم كامل كيحتج ضد الصهيونيه. المحكمه الجنائيه الدوليه صدرت قرار بادانه مجرم الحرب الناشين، حتى واحد ما قال بان راه اضعاف. او جيتي تلعب هاد الخوت عندنا هاد العباقره، او ديك الساعه الف ليا المخاوف والف ليا الفانتازمات والف ليا الخرافات، وزيد 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 باش تفهموا ان شكون اللي كياثر في السوشيال ميديا وشكون اللي كياثر في الاعلام الممول. ها انتم المواطنين باش تفهموا ان التضامن مع فلسطين، شوفوا اش داير في هادو، راه حمق الشرعي التضامن وخروج من فلسطين، حمق عصيد، حمق كلاب، باش تفهموا الدور ديالكم وما تستخفوش بالدور ديالكم، وتعرفوا ان الشعب هو قوي، وان الشعب اقوى من مخططاتهم. وزيدك على هذه حتى هذيك مدونه الاسره التي يدافعون عليها ليلا ونهارا بإعاز من صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي اللي سرط الدول، سرطها هذاك ما كيهددش الدول. وما كنهضرش غير على المغرب، حيت حنا مغاربه نهضروا على المغرب، دول العالم الثالث كامله كبلها، هذاك ما كيضعفش الدوله، صندوق النقد الدولي ما كيضعفش الدوله. وتكون عندك الجراه ولو 0.0 داكشي اللي كنتي كديروا للحكومه السابقه، وانك ديروا على هاد الحكومه، وتهضر لينا على الفساد، الفساد ما كيضعفش الدوله. تجار المخدرات في الاحزاب الذين يسنون قوانين ويتحكمون في العمليه الانتخابيه ما كيضعفوش الدوله، هذا ماشي كلامي، النيابه العامه تعتقل كوادر كبرى في احزاب اللي هي في الحكومه، هادشي ما كيضعفش الدوله. كان الكاتب والروائي والمستشار الملكي السابق السيد حسن أريد قد أشار مرة على أن مافيات المخدرات تخترق الدولة. ألا كان عافش الدولة 17 مليار درهم لأنها غير مشروعة؟ ماشي كلامي هذا، هذا مجلس المنافسة لمؤسسة دستورية، وبالتالي الفساد، استنزاف الفرشة المائية عبر التصهيون، تحرش بالمغربيات عبر كوفرين، ما كيضعفوش الدولة هادو، تضعفوش المخدرات في الأحزاب، صندوق النقد الدولي اللي هي الطامة الكبرى التي تهندس سياسات الشعوب، لسواء القيمية والتعليمية والأخلاقية والعقائدية والنفسية. صندوق النقد الدولي راه مبتلع الشعوب، مبتلع الدول، الدول ولا واحد المدراء عند واحد الدولة كبيرة اللي هو صندوق النقد الدولي، ومع إرهاقهم بالقروض شنو دار؟ تباع الدوله. نسمعوا حنا واحد السيده مناضله مغربيه، السيده نبيله منيب، شنو كتقول على علاقتنا بصندوق النقد الدولي والتاثير ديال صندوق النقد الدولي. اولا خصنا نعرفوا بانه الحكومات اللي كاينه خصوصا في الدول الناميه خصها تكون حكومات قويه ديال كفاءات حقيقيه، وحكومات قادره على المقاومة. هذا زمان المقاومة، علاش؟ لأن الضغوطات ديال المؤسسات المالية كبيرة علينا، مركعيننا بالمديونية، مركعيننا بالخوصصة. اليوم صندوق النقد الدولي كيقول بأن المغرب خصو يخوصص جميع المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى، وهاد الناس غادي فهادشي، وكيقول بأن خاص تفكيك ديال التعليم والصحة، وهاد الناس غادي فهادشي، وكيقول خاص تفكيك ديال الماء والكهرباء، وهاد الناس غادي فهادشي. إذا المغرب تباع. أنا غنقول لكم غير مثال، ها حنا غادي دابا لطاطا، مشكل ديال الماء مطروح، مشكلة الماء بالفعل كاين تغيرات مناخية، ولكن كاين كذلك اختيارات ديمقراطية. داك المشروع ديال المغرب الأخضر اللي سمحوا أنه في الواحات يدار الدلاح، والدلاح كياخذ الماء بزاف. الحاجة دابا حنايا دولة تابعة متخلفة، عندها واحد المديونية مركعاها. المغرب فقد سيادته المالية، وفقد حتى سيادته واستقلال قراره. هادشي اللي كيجرى في المغرب مملى علينا من الخارج، وخصنا يعني الدولة العتيقة خصها حكومة اللي هي طيعه، ماشي خصها حكومة اللي دايره كل نهار تقول لك لماذا وقف طيح طيح. داروا السيناريو جاب. انتوما سمعتوا المغرب تباع، وانا علاش بالضبط انني دوزت التصريح ديال السيده نبيلة منيب؟ لان المعروف ان السيده نبيلة منيب وعبر تراثها وعبر تنظيمات ديالها من منظمه العمل الى الحزب الشراكي اللي صار الشراك الموحد الى حزب الشراك الموحد، كان لطالما مدافعا عن الوحده الترابيه المغربيه. والسيده نبيله منيب كانت دافعت حينما كان النظام المغربي في مأزق كبير، كانت دافعت عن المغرب في السويد على قضيه الوحده الترابيه، وشرحت لهم وقدمت لهم مجموعه من المعطيات. بمعنى ان الدوله كتعتمد على الصادقين، ما كتعتمدش على واحد اللي واكل دوله ويجي يقول لك عاش المغرب وعاش الملك
راه قد انه يقول عشان المغرب وقد انه يقول عشان الملك وكيتامر على المغرب وكيتامر على الملك. والنموذج هو أفقير مثلا، والنموذج هما هادو اللي وراء القضبان اللي طالما صدعوا رؤوسنا بهذيك الوطنيه ديال المصالح ديالهم، الوطن للاغنياء والوطنيه للفقراء. ولكن لا، الان الشعب كيفهم مزيان شكون هو الوطني وشكون هو المتملق وشكون هو الى غير ذلك من التسميات التي لا اريد الشرح فيها طويلا لانني مازال عندي ما يتقال. يعني هذا السيد الوزير كان قال بغيت جمعيات المجتمع المدني تتبع لنا الفاسدين والمفسدين وشكون اللي بغى يترشح لنا. صحيح. هذا انا بالنسبه لي هذا اخطر تصريح، كيبين بان الاحزاب اللي تصنعت عندنا في المغرب كانت ملاد الفساد. بالفعل دخلوا لها واحد العدد ديال الاغبياء، اسمحوا لي حيت ما كانوش عارفين اذا الاغبياء. هذا الحزب هذا صنع من اجل اضعاف المغرب كله، دوله وشعبا ومؤسسات. كيف نقول حزب كله تصنع حزب البام. نعم، الهدف ديالو هو اضعاف البلاد. لمصلحه من؟ لمصلحتي الاطماع والاكراهات الخارجيه اللي هي على بلادنا اليوم. هذا كلام ثقيل الاستاذ. هذا هو الكلام، لان ملي تصنع حزب بحال هذا ويدخلوا ليه من هب ودب. بالفعل كاين فيه بعض الكفاءات اللي قلت لك. زيدك شي هذه شنو قالت على البام؟ يعني حزب جا لاضعاف الدوله، صنع لاضعاف الدوله، هذاك ما بانش لك. والدليل على ان جزء منه راهما وراء القضبان، هذه النيابه العامه اللي كتقول، راه ماشي قالوها هذوك الشرق ولا قالوها القوميين ولا الاسلاميين ولا المستلبين، قالت الدوله، الدوله نفسها. اذا اللي كنلقاو انه كيضعف الدوله هو الاستعمار والاليات ديالو. الان ما بقاش الاستعمار المباشر كثير ولا الاستعمار غير المباشر بالاليات الماليه. الاستعمار يعني الصندوق الدولي، صندوق النقد الدولي ولا النكد الدولي هو اللي كيفرض عليك انك دير النظام التعليمي ودير مدونه الاسره بإعاز من صندوق النقد الدولي. راه حتى النموذج التنموي ديال البلاد راه طالعت عليه السفاره الفرنسيه قبل ما نطالعوا عليه حنا كمغاربه. فرنسا ما كتضعفش الدوله، فرنسا ما كتضعفش الدوله. ناخذ مثلا هذه الاختيارات الكبرى الاستراتيجيه، نموذج المغرب الاخضر هو صنع لتلبيه احتياجات السوق الاوروبيه من الفواكه، وهذه كياكدها دائما الخبير الاقتصادي المغربي نجيب اقصبي. وبالتالي حنا واش ولينا جمهوريه الموز بلا اخبارنا؟ والمشكل اننا لا نوجه السهام الى الاعداء الحقيقيين، نوجه الى الشعب نفسه. اذا هادو خلقوا باش انه يكونوا واحد العقده نقص عند الشعب، لذلك هم كيديروا الدور ديالهم. هما بحال هذوك الموظفين ديال صندوق النقد الدولي كيديروا خدمتهم، وحنا الدور ديالنا كباحثين كنوضحوا لا اقل ولا اكثر. زيد عليها حتى الدستور هو ايضا كانت وافقات عليه فرنسا، وهذه كيقولها ايضا الباحث المغربي اللي هو عبد الصمد بن الكبير. انت تكلمتي لي على دستور 2011، انا ما كتبتش على دستور 2011 وقاطعته. كانت بالنسبه اعتبر اكبر ولا لانه أسوأ؟ أسوأ، لأنه الدستور وضع في باريس. الملك خدع الإرادة الفرنسية. طبعاً 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 طبعاً، هذا مسألة ميزان قوة. تنطرح عليه جوج الحوايج، يا إما يستمر الاضطراب والملكية مهددة، يا إما يزيد التنازلات بحال اللي وقع المولاي حفيد. عندك المولاي حفيد العلوي في 1912 واللي وقع، علاش وقع؟ كان عنده خيارين، وصلت بين فرنسا لدرجة أننا إما ان الملك غادي يبقى يحكم في الرباط والدار البيضاء وسلا والقنيطره، او لا يحكم المغرب كله سوريا ويحافظ على الوحده. هو قبيل التنازل عن السياده مقابل الوحده. لماذا؟ وهذه ليست خيانه. سي نجيب اقصبي، انا نهضر معك غير بالمغاربه باش ما تقول لي شي واحد مستشرق مشرقي، هذيك الهضره ديالها اللي اللي طيبتونا بها، ولكن انا جاي غادي نرد عليها. سي نجيب اقصبي تيقول لك بان المتضرر الوحيد من التطبيع هو حنايا المغاربه، حنا المغاربه هو المتضرر الوحيد من التطبيع، لذلك هذه ما بانش لك كتضعف الدوله. اذا ما لا قدر الله ان التطبيع تم وبدات علاقات اقتصاديه تجاريه، حنا بواحد العلاقه اللي من ناحيه ديال التبادل التجاري
ما يمكننا غير نقولوا حنا سوق سوق بالنسبه للاقتصاد الاسرائيلي، وفي نفس الوقت مع الاسف الشديد ما عندناش نحن اي اقتصاد مغربي، ليس لنا عرض تصديري يتطلب هو محط طلب من طرف الاقتصاد الاسرائيلي. دابا خلينا من التنظيرات وهذا الشيء كامل ديال صندوق النقد الدولي، لان كاين اللي ما يفهمش هادشي. حنا نهضروا عمليا، ناخذوا مثلا اهم الاحداث الاجتماعيه اللي وقعت مؤخرا. ناخذوا مثلا الناس ديال الحوز اللي مازال عايشين في القياطن، هادوك خرجوا كيحتجوا على فلسطين والغلاء الاسعار. وناخذوا الهروب الجماعي، الهروب الجماعي دليل على ان الدوله فشلات اجتماعيا، دليل ان الحكومه اللي كانت كتقول غادي نوفروا مليون فرصه شغل كذا كذا كذا، بالعكس من ذلك خنقاتنا بغلاء الاسعار، وبالتالي هذاك الهروب الجماعي ما كيترجمش بضعف السياسه العموميه اللي كننتقدوها واللي من حقنا اننا ننتقدوها، واللي الا كان كيسمعوا الانتقادات ديالنا ما نوصلوش لهاد المهازل اللي ولا العالم كامل انه كيشوف فينا اننا ولينا واحد في واحد القفص كبير كلشي يطوق الخروج. بالتالي هاد السياسه العموميه ما من حقناش اننا ننتقدوها، ما من حقناش ان ننتقدوا هذيك. دابا خلينا من التطبيع والاضرار ديالو على الوطن العربي، الاضرار ديالو تاع علينا حنايا، ما من حقناش اننا ننتقدوا هذاك الكوفرين اللي جانا غتعصب المغربيات الى اخره، ما من حقناش. باش تفهموا كميه المغالطات التي يحاول تسويقها هؤلاء. قال لك عنده واحد الموقف راديكالي والى اخره، هو كيحاول انه يجعل واحد الخلط. وانا اكيد كون كانت العداله والتنميه او اي حزب اسلامي في الحكومه لكان له موقف مغاير، موقف مغاير تماما. ونرجعوا عند سي عاصي، عاصي دابا لا حطيت له شي ميكرو وقال لك اللي كينتقدوا اخنوش ومعقلهم صغيور اللي كيخرجوا من اجل فلسطين كيحاولوا يضعفوا الدوله. اسباب اولا هو من ناحية الإيديولوجية تقلص التضامن مع فلسطين وبقى عند فئات إيديولوجية بوحدها اللي كتحتكر هذا الخطاب وكتوظفه بطريقة سياسية لإضعاف الدولة. يعني أنا نقول لك هذا رأيي، نقدر نكون غلط. إضعاف الدولة؟ نقدر نكون غلط. الدولة المغربية دارت الطبيعة، وقعت اتفاقية ثلاثية مع إسرائيل مع أمريكا. الناس اللي كيخرجوا للشارع من أجل فلسطين ولاو كيخرجوا من أجل إدانة الطبيعة. ايوا هادشي دابا 2023 و2024 ملي طابت خبزته. ولكن ايامات ملي كانت الحكومه العداله والتنميه في الحكم، ولي شنو كان كيقول على الدوله وشنو كان كيقول على الدستور اللي هو اسمى وثيقه، بلا وشنو كان كيقول على ملك البلاد، ملك البلاد شنو كان كيقول عليه؟ الاساس ديال الديمقراطيه الاول، الورش الكبير الى ما نجحناش ما ينجح والو، وهو الدستور الديمقراطي. هذا هو فشلنا فيه، نجحنا جزئيا بعض الامور، درنا واحد الخطيوه محسوبه ومراقبه، مراقبه من طرف السلطه. دونك باقي تبعنا دستور ديمقراطي، راه غادي نبقاو تابعين وكنناضلوا ونضغطوا حتى يكون عندنا الدستور اللي كنستحقوه. هذا وقد تحددت شخصيا مع الذين خاضوا حكومه ما يسمى بالتناوب التوافقي منذ 98 الى 2002 من رجال الدوله وفيهم خبراء في القانون الدستوري، كانوا انظرا بجانب بجوار يوسف محيطين بعمل يوسف، واشتغل معهم ما بين 92 و2002 ثم لا وقالوا لي بوضوح، اعطوني معطيات كثيره كيف تتدخل الملكيه من اجل افشال او فلسطين. نتحدث عن المخزن اللي هو نسق سياسي لا يقبل التغيير ولا يسمح به لانه ليس في مصلحته، كيف يتدخل من اجل افشال اوراش سياسيه فتحتها الحكومه، وكيف يتدخل في البرلمان من اجل تغيير امور كثيره، وايضا من اجل احداث نوع البلوكاج في امور كثيره، والتدخل في سلوكات الاحزاب السياسيه. هذه كلها تعني اننا في حاله سياسيه شكليه غير ذات مضمون ديمقراطي، هو انه المغاربه يعانون من عبثيه الحياه السياسيه منذ عقود، وسبب هذه العبثيه هو وجود حكومه لا تحكم، والحاكم الذي يمارس السلطة بالفعل لا يحاسب ولا يخوض انتخابات مع أحد. إذا عندنا مسرحية تجرى بشكل منتظم في كل مرة، وهذه المسرحية سميتها الانتخابات، وأنا أسميها السياسة الصغرى. السياسة الصغرى هي لعبة الكراسي، اللعبة التي يتم فيها إلهاء المجتمع بالصراعات والضغائن والأحقاد من أجل الكراسي
بينما لا شيء يتغير في حياتهم ولا شيء يتحقق من مطالبهم، لأن النسق لا يسمح بذلك. النسق السياسي لا يسمح بأي تغيير. إذا لدينا حاكم فرد يحكم بالفعل وهو الملك، وهو شخص مقدس لا تنتهك حرمته، لكن التأويل السياسي لهذا هو أن أصبح التأويل هو أن خطابه بمثابة قانون ولا يناقش ولا يقبل مناقشة. الدستور ما عجبوش، ملك البلاد يعيق الديمقراطية، دابا اش هادشي؟ اش هادشي؟ اش التناقض؟ فقط حيت بدلت الحكومة وجا اخ النوش وتحركات اقلام ديال ماشي البيترو دولار البيترو اخ النوش، هادشي كامل دارتها فيكم هاد الحكومة. عجيب عجيب كل العجب. قوة الدولة راه ماشي بالشعارات، هذوك الشعارات ديال السي منار السليمي، حنا القوة الإقليمية ونخيف الأعداء ونخيف أوروبا. باش تكون قوي راه خصك تكون قوي اقتصاديا وتقوي بكرامة المواطن، ماشي قوي بأكبر طاجين ولا أكبر كسكسو. شتي دابا الوطنية اللي خلقوا لينا، الوطنية الآليفة، الوطنية ديال الكسكسو والطاجين، وحنا نزل الليج والتقابيح مع واحد الوحدين سامحهم الله، تا هما زعما كمية الجهل اللي دخلوا فيهم تا هما أكثر منا. أرى ماشي هذه الوطنية. أن قضية أخرى بالنسبة للوضع الآن، تكلمنا على المشاكسة الدبلوماسية وقلنا بأنه كتنشأ واحد الوطنية جديدة، ولكن هذه الوطنية الجديدة يعني كتحاول تغذي نفسها بأحلام وهمية، لأنه انتصارات محدودة النتائج، ماشي مباراة كرة القدم أو تسجيل طاجين في كلمة أو كلمة كلمة على الصحراء ولا كذا هي اللي غتغير الواقع. نكونوا صراحة واش وقع شي تغيير زعما جوهري في موقف فرنسا ولا اسبانيا ولا المانيا باش نقولوا بان هذا تغيير في الموقف الامريكي مشاو للصح؟ لا كاين تغيير في الموقف الامريكي. لا كنقول قبل ما نوضوا حنا نوضوا هذه الجلبه وكذا وكذا، واش كان شي موقف كبير معادي لنا؟ ما كانش هذا التغيير، ماشي شي تغيير نوعي زعما. ما معنى انه يوقع موقع في الحوز ونقولوا هذه الدوله التي صاحبتنا اجي، هذه الدوله التي ما تجيش لها الدوله، والحال ان الدول العظمى كتقبل المساعدات الانسانيه تقبل المساعدات. واش الحقيقه هي انهم ما بغيتوهم شي يجيو باش يشوفوا الواقع كما هو ديال الدوله العظمى اللي الحقيقيه اللي كتهضروا عليها؟ اش من دوله عظمى؟ وتشوفوا الناس فين ساكنين، مناطق بدائيه ربما. واش هذا هو سميتو؟ حنا ما كنقولوا لكم والو، ها انتم بنيتوا تجربه ما كاين، وهذوك دابا اللي ما عندهم مساكن يمكن حتى الطرق باش نوصلوا لهم، اللي ما عندكش حتى الطرق باش، واخا حنا كنهضروا فيه من بعد موقع الزلزال ديال الحوز، ما عشناش في المغرب كله واحد الحالة ديال انتظار القرارات. انتظار القرارات في قضية لا تحتمل انتظار القرارات، كانت الحكومة في شبه انسحاب، لا تنتظر القرارات يعني في فبالتالي يحاولون خلق واحد الوطنية أليفة، وطنية ما فيهاش السماتة من أجل كرامة المواطن والدفاع عن حقوقه. المواطنة اللي فيها الحد الأقصى والسقف وسدرة المنتهى ونهاية التاريخ هو أن اليونسكو تعترف لك بالطاجين وصافي، وخا تمشي عريان، ولا أننا نربحوا الكونغو، ولا هذه راه ماشي وطنية يمكن التعويل عليها في زمن التطاحنات وزمن الاستقطابات وزمن القوة الاقتصادية والهيمنة وزمن التكنولوجيا العسكرية وزمن النووي وزمن حروب الفضاء وزمن لي فاكسان. شي راه لعب ديال الدراري، انا نقول لكم اللي كاين. واهم حاجه والاخطر حاجه اننا وصلنا ليش للتكفير. حنا قلنا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا، ولكن مازال انها تختلف معاه، يقول لك انت ماشي وطني، كيكفرك وطنيا. هذوك الخوت ديالنا القدام كان كيكفرك دينيا، يقول لك انت كافر. هادو ولاو كيكفروك ايضا، ولكن غير حيدنا الدين وجبنا الوطن. واللي كتختلف معاه، لا انت تريد اضعاف الدولة، انت ماشي وطني، لا انت ماشي وطني، انت تريد اضعاف الدولة، انت عقلك مشرقي، يعني انتم ولا التكفير. تخلصنا من التكفير الديني ولينا في التكفير السياسي، تخلصنا من تجار الدين ولينا في تجار الوطن. واعتقد بان تجار الوطن هم اقصى وهم اشد خطرا علينا، لان على اقل الدين كتبقى مسألة فردية، ولكن الوطن هو الإطار اللي يجمعنا كامل. لن نتنازل في حقنا عن الوطن، لن نتنازل عن حقنا في الدفاع عن معتقداتنا وعن مطالبنا كيفما كانت اجتماعية وسياسية وغيرها، ما دام أن الوطن يتسع للجميع. يعني شتو فين وصل التكفير؟ ولكن فهادشي كامل ما يقدوش يناقشوني، أنا متأكد يخسر لي كلمة واحدة،
كلمه واحده يخسر عليك هي انت مستلب وانت عقلك في المشرق والى خير ذلك. انت الاجساد ديالكم هنا ولكن عقلكم في المشرق. ايوا حتى هما راهم الاجساد ديالهم هنا وعقلهم في المشرق، غير هما حنا عقلنا كان في المشرق في القدس وما عقلهم في تل ابيب. حنا لا كان عقلنا مع فلسطين، هما عقلهم في تل ابيب. هذا هو الفرق بيناتنا. هتولي الا خرجتي تضامنا مع قضيه انسانيه لا انت كضر الدوله، وبالتالي ولات تل ابيب قبل غزه، بداوها ابتزاز قبل غزه، ولات تل ابيب قبل غزه. شتو فين وصلنا؟ شتو فين وصلنا؟ وانا راه ماشي مستلب بكل بساطه. اللي مستلب هو اللي كيدافع على شي حاجه وكيضر على شي حاجه لا يملكها، يعني تسلبات منه. انا اي حاجه كندافع عليها كنملكها. اللي كيقول اضعاف، اللي ما باغيش اضعاف الدوله هو لانه كيجيب لنا شي تسميات ضد اراده الدوله. الدوله المغربيه سميتها الدوله المغربيه، انت باغي تلصق لها الدوله الموريه، انت كتجيب لها شي حاجه اللي ما كاينش، اللي ما كاين لا في الدستور، اللي ما كاينش في خطابه الملك، اللي ما كاينش في المؤسسات، اللي ما كاينش في العمله، اللي ما كاين في اي وثيقه. وبالتالي انا ماشي مستلب، انت اللي مستلب. كتدافع على شي تسميه ما كاينش في الواقع، على حاجه كتدافع على لغه لا تعرفها لا تتحدث بها. انا ادافع عن لغه اتحدث بها الان، انا ادافع عن دين اتبناه. وبالتالي شوف راسك هاد الثلاثه انت فين، وشوف شكون فينا المستلب. اي حاجه كندافع عليها كنملكها. انا تنقول دفاع على المغرب، على الامه المغربيه، ولذلك اقول المغرب لا اقول الدوله الموريه، واقول اللغه العربيه واتحدث بها، واقول الاسلام، واقول الاسلام واعتنقه. شوف نتايا اللي فين نحطوك من هادو، كتدافع على شعارات ولو وحده منا، ولو وحده منا متملكها. على كل حال شكرا للاخوان اللي دائما كيتابعونا واللي دائما كيدعمونا. دير واحد جيم اللي كيتابعونا اول مره، ديروا سبسكرايب، حاولوا انكم تبارطاجيو.